هاي خطبة فاطمة الزهراء: شجعوا أولادكم البنين والبنات، شجعوهم على حفظ هذه الخطبة عن ظهر القلب. هذه الخطبة مجموعة، خلاصة الإسلام في هذه الخطبة. أكو إلها شروح وأكو إلها تعليقات توضيحات. المرحوم السيد الأخ الأكبر أعلى الله درجاته كتب كتاب من فقه الزهراء سلام الله عليها، وبدأ في ذلك بخطبة فاطمة سلام الله عليها، واستلخص الأحكام الشرعية من هذه الخطبة كلمة كلمة كلمة. هذه الكلمة تدل على الوجوب، هذه الكلمة تدل ظاهرة في الاستحباب، هذه الكلمة ظاهرة فيها الحكم، هذا فيها الحكم. هذه الخطبة: شجعوا أبناءكم، مو أبناءكم يعني أولادك من صلبك، لا، حتى أبناء المؤمنين كلهم أبناءكم، شجعوهم على حفظ هذه الخطبة حتى بالمستقبل تكون خلاصة من مجموع أهداف فاطمة سلام الله عليها، تكون محفوظة لهم. أهداف فاطمة سلام الله عليها تتلخص في ثلاث كلمات: أصول الدين، أحكام الإسلام، أخلاق وآداب الإسلام، تتلخص في هذين. حاولوا جهد إمكانكم هذه الأمور الثلاثة تساعدون في نشرها إلى العالم عبر خطب، عبر كلمات، عبر مقالات، عبر صحف، عبر مجلات، عبر إذاعات، عبر تلفازات، عبر فضائيات، كل واحد بالمقدار اللي يقدر، ومما يقدر عليه لسانه وتشجيعه. ممكن جنابك ألف هم ما عندك تصرف في هذا السبيل، أما ممكن من لسانك ملايين ومليارات تستفيد في هذا الطريق. تشجع هذا، تشجع هذا، تقول لهذا، تقول لهذا. الأنبياء ما عملوا، ما صنعوا، الأنبياء هو ما عندهم فلوس، هم يقولون لهذا، يشجعون هذا، يشجعون هذا. مراجع التقليد، العلماء، هذول هم خما عندهم، يشجعون هذا، يشجعون هذا، يشجعون هذا، حتى أهداف فاطمة الزهراء سلام الله عليها تنتشر، وكل واحد منكم هم في هذا المجال أيضا، الآخرين شجعوهم في الداخل، في الخارج، في مسيركم، لتنتشر أهداف فاطمة سلام الله عليها، ليتحقق أهم أهداف الله تعالى الذي ذكره في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. حتى هذا اللي يصلي يدري ليش دا يصلي. فاطمة الزهراء سلام الله عليها ذكرت عن الصلاة في خطبتها، وهذا اللي ما يصلي يدري أنه عمل مو زين وما يصلي، تكون بينة. هذا اللي يهلك مو عمياوي، مو ما يدري، هلك لأنه ما يدري، يدري وهلك. وقليل من الناس أكو بالألف واحد متلقى، بعشر تالاف واحد متلقى، يدري مو زين ويسوي،
أكو بس جدا قليل جدا قليل. أهم أهداف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. اللي يصلي مهم، ولكن الأهم من الصلاة يدري ليش دا يصلي. واللي يصوم مهم، صوم مهم، جنة من النار. الصلاة قربان كل تقي. الصوم جنة من النار. اللي يصوم مهم، ولكن الأهم من صومه أنه يدري ليش دا يصوم. الحج مهم، الزكاة مهمة، الخمس مهم، زيارة أهل البيت مهمة، ولكن الأهم من هذه يحيى من حي عن بينة، تكون بينة عنده. إذا خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا المضمون انتشر في العالم، أنا ما أريد ما أحب أذكر لكم ما يسوءني ويسوءكم، بس بالكناية أذكر أمر. حققوا خطبة فاطمة الزهراء بكم لغة مترجمة وش قد منتشرة بالعالم. فاطمة التي يجعلها الله تعالى في التعريف محور لأبيها وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. كم لغة مترجمة؟ إيش قد مطبوعة هذه الخطبة؟ بيد كم مليار من البشر واصلة هذه الخطبة؟ مع الأسف. بيد كم مليون واصلة هذه الخطبة؟ مع الأسف.